وصباحكم ورد وعسل، يا رب تكونوا كويسين وفي احسن صحه وفي احسن حال. النهارده يوم جديد ويوم سعيد علينا وعلى حضراتكم في جو اوكرانيا المجنون الجميل. النهارده حلقه جديده مختلفه عن كل الحلقات. حلقه النهارده ازاي تعمل جيم مجاني، عشان لو في حد مفهمك ان مفيش حاجه ببلاش في اوكرانيا، لا، في حاجات كتيره جدا في اوكرانيا، اولهم واخرهم ايه؟ الجيم. ولو بتشاهدني اول مره ما تنساش سبسكرايب، ما تنساش تعليق، ما تنساش اللايك للفيديو، ادعم خالد دايما. ولو حضرتك اول مره تشاهدني انت نورتني وشرفتني، خلينا نتفرج على الجيم المجاني في اوكرانيا. حفزني بقى وعاش يا وحش وبتاع، وشوفني وانا بعمل الرياضات على هذه الالعاب الكثيره، اكتر من 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 لعبه غير المتوازي، 13 لعبه موجودين هنا تقدر تستعملهم لو انت عايش هنا في خاركوف في اوكرانيا. اتفرج عليا ان شاء الله، فيديو هيليق بحضراتكم وهنلف لفه في الطبيعه. صباحكم ورد وعسل. جيم في الشارع، كل الألعاب تقدر تلعبها. يعني ما تقلقش لو بتلعب رياضة، ممكن تيجي تلعب رياضتك هنا مجانا، مش هتدفع فلوس صدقني. جيم ببلاش، تيجي الصبح تتريض ببلاش، ولا تروح جيم تدفع كلوبات ولا اي حاجه.
الشارع ببلاش، بتدفع حاجة ما تقلقش. خلاص اهو، ايه رأيك؟ في احلى من كده جيم؟ لعبة ماشي، لعبة اخرى عاش وحش عاش. اقسم بالله لازم تربي عضلات. الحمد لله انا مواظب على ان انا اعمل تدريبات رياضية دائمة. لعبة اخرى الرجل، تظبط بيها رجلك، كل ده مكان الشارع اهو، لازم ده يبقى كده فاهم. عاش يا وحش. عارف دي بتتلعب ازاي؟ دي معرفش دي بتتلعب ازاي، بس ما اعتقدش يعني هدرس عليها اتعلمك الرقص يعني دي حقيقي معرفش، بس هنا ما اعتقدش ان انت بتقف فاهم. ممكن عارف اللي يعرف يقول لي اللعبه دي بتاعت ايه هي، بس كده. طيب عاش وحش، خلينا نروح لعبة أخرى. طبعا الدراجة معروفة للجميع بما فيهم دراجتي أهو، هتيجي الصبح تمرن نفسك قدام وورا ماشي، قدام وورا، يعني عجلتك مش هتعرف تعمل بيها هذه الأمور، ولكن هنا تقدر تعمل أهو. عاش، لايك بقى للفيديو بقى. عاوز افتح حوض، عاوز تفتح حوض، تعالى يا باشا افتح حوض، افتح حوض يا باشا، اعمل اللي انت عاوزه، مرن جسمك كده وكده رجلك، مش ان انت بتعمل كده وخلاص، لا في كمان تدريبات كده اهو قويه ما فيهاش اي حاجه وكلها حنيه. وصلت؟ خلينا نروح لعبة تانية. أهم حاجة تطلع ماشي أهو، ممكن كده ممكن كده أهو، ممكن كده وممكن رجل كده ورجل كده أهو، كأنك بتتمشى قوية على فكرة مش بسيطة يعني. وصلت وصلت وصلت. نروح لمكان تاني ماشي، كتاب الناس اللي هي غاوية كتاب، بس بس هي صعبة شوية ولا ازاي مش عارف. هنستنى كده ست والله العظيم تحفة، والله تحفة. تخيل ان انت بتتمرن بكل جسمك فاهم، رجليك بتتمرن، كل حاجه معاك بتتمرن. ايه رايكم؟ خلينا نروح لحاجه تاني. اهريكم
لعبة أخرى. تخيل بتتمرن بكل جسمك بكل طاقة وكده وكده عشان دراعك يستفيد وضهرك يستفيد ورجلك تستفيد وصدرك يستفيد. تعمل بنش، فهمت؟ ايه رايكم في الجيم ده المجاني؟ نروح لحاجة أخيرة، دي العقلة طبعا والريستو بتاعه، مش الريست اللي هو العقلة، ماشي. في ألعاب تاني أنا ما جربتهاش، خلينا نجربها. بصوا بقى اللعبة دي الايه؟ الريست بتاعك اهو مجاني. بتتمرن بكل جسمك كل جسمك، دي حاجة أخرى. يعني ممكن شخصين يعملوا نفس اللعبة اهو. اتمرنت كل حاجة في جسمك ورجلك وإيدك وكله اتمرن. عاوز تعمل عقلة هتلاقي، أي حاجة هتلاقي، حوض هتلاقي، كل اللي أنت عاوزه هتلاقي. يا رب جيم النهاردة يكون عجب حضراتكم. لازم تبقى رياضي وتبقى قوي وتبقى صحتك حلوة عشان تقدر تعيش وتكمل. وصلت؟ ده الجيم المجاني. لو انت في مدينة خاركوف انصحك تيجي كل يوم الصبح هنا وتعمل الجيم ده، هتلاقي نفسك بقيت فنتس، هتلاقي نفسك حاجة تانية خالص. اوعى تقول لا مش قادر، صدقني كل حاجة متاحة ليك، مش هتدفع فلوس. خلصنا الالعاب، وزي ما انتوا شفتوا حضراتكم الألعاب هنا كثيرة جدا، حاجات في منتهى الجمال. خلينا نروح مكان تاني.
وده هيكون نهاية فلوجنا. يا رب فيديو الجيم المجاني في أوكرانيا يكون عجب حضراتكم وصباحكم ورد وعسل. بحبكم. سلام عليكم. نهاركم سعيد. باي باي.